مرحبا يا أطفال، يا حلوين، كيفكن؟ أكيد أنتو نعسانين وبدكن تناموا، بس قبل ما تناموا أكيد أنو أنتو حابين تسمعوا حكاية. طيب أنا راح أحكيكن هلأ اليوم حكاية كتير حلوة، بس قبل ما أحكيلكن الحكاية بتروحوا بتقولوا للبابا أو للماما أو للي شغلكن الفيديو أنه يشترك بالقناة ويعمل لايك ويفعل زر الجرس، مشان أنا كل ما نزل حكاية جديدة وقصة جديدة أنتوا تعرفوا أن أنا نزلت وتسمعوها. اتفقنا؟ اتفقنا. هلأ رح أحكي لكم الحكاية. كان يا مكان في قديم الزمان، الحكاية اسمها حكاية ليلى والذئب. كان في بنت كتير حلوة وكتير لذيذة وأمورة اسمها ليلى. هاي البنت كانت عايشة هي وأمها، وكانت تروح كل فترة وفترة تزور جدتها. جدتها كانت ساكنة بمكان تاني، فكانت كل فترة وفترة تروح وتزورها. قام يوم من الأيام سمعت ليلى من أمها إنه جدتها مرضانة ومشتاقة كتير لليلى. قام شو قالت لأمها لليلى؟ قالت لها تعالي يا ليلى، خدي هاي الحلوى وخدي هاي الأكلات الطيبة وروحي لعند ستك، لأنه سمعت إنها مريضة وتعبانة. روحي لعندها وتطمني عليها وشقي عليها. قام قالت لها ليلى أوكي. فرحت كتير كتير إن رايحة تشوف جدتها. بس شو قالت لأمها؟ قالت لها بتروحي من الطريق القصير، لا تروحي من الطريق الطويل، لأنه إذا رحتي من الطريق الطويل يطلع لك الذئب، إذا طلع لك الذئب بياكلك. هذا الذئب على طول جوعان وبياكل. لا تروحي من الطريق الطويل، روحي من الطريق القصير، اسمعي كلمتي. قام شو قالت لليلى؟ قالت حاضر ماما، خلص ما راح أروح من الطريق الطويل، رح أروح من الطريق القصير لعند بيت ستي فورا. المهم أخذت هالأكلات وأخذت الكيك اللي عملته أمها وأخذت الأغراض وطلعت. راحت وهي ماشية وصلت على باب الغابة، طلعت هيك قالت أنا ما رح أسمع كلمة ماما، أنا حابة إني أروح من هذا الطريق الطويل وبدي أشوف هذا الطريق الطويل، هذا الطريق الطويل كتير حلو بدي أشوفه. قام راحت من الطريق الطويل يلي قالت لأمها لا تروحي منه، ما سمعت الكلمة. فاتت من الطريق هاد، بعد ما فاتت منه مشيت شوي قام طلع لمين؟ طلع للذئب. وقف هيك بوشها قال له وين رايحة؟ قالت له شو بدك مني؟ بعد عني، بدك تاكلني؟ قال لا شو بدي أكلك، ما بأكلك أنا. طبعا هو كذاب عم يكذب عليها، يا حرام عليه، يلي بيكذب الله بيحرقه بالنار وهو كذاب. قال لا، قال لا بس عم اسألك انه انت وين رايحة، بركي انا بساعدك وبروح معك. قالت له لا ما بدي تروح معي. قال له وين رايحة انت؟ قالت له انا رايحة لعن بيت ستي، لانه ستي مرضانة ورايحة اخذت لها هدول الاكلات بدي تعمية اياهم وتطمن عليها. قام الذئب قال له وين بيت ستك؟ قام هي ما لعرفاني انه هو بده يلحقها، قام قالت له بيت ستي هون اخر الغابة. قام قال له ماشي، عمل هيك وتركها. قال له يلا روحي كملي طريقي. لف هو هيك من وراها وراح ركض من دون ما تشوفه، وراح لعن بيت مين؟ راح لعن بيت ستها. راح فات على البيت قبل ما توصل ليلى لعن بيت ستها، فات على بيت ستها، هجم على ستها، ضربها وسكر لها تمها وخباها بالغزان وقال لها اصحك تحكي اي شيء. بعد شوي وصلت ليلى على البيت. الذئب شو سوى؟ اخذ اواعي ستها ولبس الاواعي تبع ستها على اساس انه هو نفس شكل ستها. تمام؟ شو سوى بعدين؟ لبس اواعي ستها وتسطح هيك على التخت. دقت الباب ليلى، قام قالت لها مين؟
عساس هو انه عم يقلد صوت ستها. عم قالت لي انا ليلى. عم قالت لي يلا فوتي حبيبتي فوتي. ليش عمل هيك هو؟ لانه هو كتير جوعان وكتير هو انسان سيء ومو منيح، جوعان وكان بده ياكل ليلى كمان. قام قال لها فوتي فوتي يلا انا هون موجوده. فتحت الباب وفاتت ليلى. فاتت هيك وعانقت ستها وباستها. بس ليلى ما لها غبيه، ليلى ذكيه، حست انه في شيء مو مزبوط. قام شو عملت؟ طلعت هيك ليلى على وشها، قام لقيت وشها هيك له 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 أدان وله تم. إيه انا ستي مو هيك، يعني ستي شكلها مو هيك، فكيف صارت هيك؟ طلع هيك على ايديها، قام لقى ايديها فيهم اظافير، اظافير طوال، لانه اظافير الذئب بيجوا طوال. طلعت هيك لقيت اظافير طوال. قام شو قالت؟ قام قالت خليني اسالها. قام سالتها قالت لها يا ستي ليش هيك اظافيرك طوال؟ قالت له انه والله انا صلي زمان مرضاني وتعباني وما عم بحسن اني قص اظافيري مشان هيك طوله. قالت له طب ليش هيك رجليك، ليش هيك ايديكي متغيرين؟ ما كانوا هيك ايديكي؟ قالت له بلا هدول ايديني. قالت له بس لانه انا تعبانه شوي ومرضانه صاروا ايدي هيك. ليلى ما اقتنعت، حست انه عم يكذب، بس هي ما لها عرفان انه هذا الذئب. طلعت هيك على وشها، قامت له طب ليش هيك وشك؟ ليش هيك تمك صاير هيك مبوز وكبير؟ ما كان هيك تمك. قام قالت له بلا انا هيك تمي. قالت له لا ما هي مو هيك كان تمك، وانت الك ادنين هلا، كيف انت الك ادنين؟ قام اجت ليلى عرفت انه هذا الذئب. قام شو قال الذئب؟ قال لي انا ادني كبار وتمي كبير مشان بدي اكلك هلا. واجا وهجم عليها، هجم عليها بده ياكلها. قام ليلى هربت وصارت شو تساوي؟ صارت تزعوت وتعيط. قام كان في صياد مارق وين بالغابه، هو مارق من هنيك سمع انه ليلى عم تنادي وانه عم تقول بدها مساعده. قام ركض نواحي ناحي الصوت وشو ساوى؟ وقتله للذئب، لهذا الشرير. عمل هيك وقتله وقوصه وراح لعند ليلى لقاها كتير مرعوبه وزعلانه. قال لي لا تخافي عمو لا تخافي، خلص هي قتلنا للذئب. قالت له بس ما بعرف وين ستي، ستي مالها بالبيت، انا جاي لحتى زور ستي بس ما لقيتها بالبيت. عمل هيك الصياد وصار يدور بالبيت هو وليلى على ستها. دوروا 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 عليها. قام بعدين فتحوا الغزانه، قام لقوها بالغزانه مربط لها تمها، وهي كانت ما عم تحسن تناديلهم وتقولهم انه انا هون. وليلى فرحت كتير وانبسطت كتير وصارت تشكره للصياد وصارت تعاني ستها وتبكي. قام قالت لستها، قالت له ليش تأخرتي علي يا تيتي؟ قالت له والله يا تيتي أنا آسف، أنا الحق علي، أنا ما سمعت كلمة ماما، وماما قالت لي إنه أجي من الطريق القصير بس أنا ما سمعت كلمة ماما ورحت من الطريق الطويل وشافني الذئب بالطريق وسألني وين رايحة وقلت له رايحة لعند ستي، أنا اللي غلطت، أماني سامحيني يا ستي. قالت لي أنا رح سامحك. قالت لي بس أنا بدي أقول لك لازم أنت تسمعي كلمة أمك وتسمعي كلمة أبوك. شو بتقلك أمك؟ بتقلي لها حاضر وبتسمعي شو بتقلك وما بتخالفي كلامها، وبتسمعي كلمة أبوك وكمان شو بيقلك وما بتخالفي كلامها، لأنه هي اللي ما بيسمع كلمة أبوه وأمه هيك بيصير فيه. شفتي شو سوى الذئب؟ كارح ياكلنا. قالت له لا 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 خلص يا تيتي التوبة، والله أنا هلأ من يوم ورايح بدي يصير اسمع كلمتك وكلمة ماما وبابا، ما أعذبكن أبدا. انبسطوا كتير وفرحوا كتير، وهون بتكون خلصت الحكاية. وتوتي توتي خلصت الحتوتة. حلوة ولا فتفوتة؟ أنا بظن أن أنتوا هلأ نمتوا اللي عم تسمعوا الحكاية، فما رح تحسنوا تجاوبوني. تمام. تصبحوا على خير.